طيب بعد ما انا افعل الانفايرمنت انا عندي طبعا في عندي خيارين، ممكن انزل هذا الكلام في لينكس موجود، انه انا ممكن انزل البايثون عندي في السيستم في الجهاز، او ممكن اعمل انفايرمنت انا عندي في الهوم دايركتوري تبعي، او اعمل اكثر من انفايرمنت. الهدف منها انه انت بتقدر تشتغل على فيرجنز مختلفة لباكجز مختلفة، لانه في بعض المشاريع بتتطلب هذا الاشي بأريحية. عدا عن ذلك، انه مثلا على سبيل المثال في عندك بعض الباكجز تشتغل يعني نظام، او بعض المشاريع انه انت هي بتشتغل ويب، فيش داعي انه انت تنزل باكجز بتسوي شغلات تانية، فقط بتنزل الباكجز تبعت الويب، والعكس صحيح، بدك تشتغل مشاريع داتا ساينس فقط بتنزل الباكجز تبعت الداتا ساينس، لانه كل ما كان في عندك باكجز اكثر كل ما اخذ وقت اطول في الاندكسينج للباكجز تبعت البايثون. طيب بعد ما تفعل الباكج، ممكن انه احنا الجوبيتر، يعني انت في عندك عده خيارات لتشغيل البايثون. في عندك الخيار الاول بايثون، فهذا انتراكتيف، تمام. انتراكتيف معنى ذلك انه انت بتشغل الكود عندك لاين باي لاين، اكس بتساوي 10، برنت اكس بهذا الشكل، ف كل ما تضغط انتر بينفذ لك اياه وبيستقبل منك سطر جديد. هذا الخيار الاول. الخيار الثاني انه تكتب بايثون، اروح اكتب فايل هنا بدي اعمل سي دي ل للريبوزيتوري تبع الكورس، واعمل سي دي للبي واي انترو، واعمل هنا تاتش لفايل اللي هو proc1.py، وعمل نانو proc1.py. هنا x بتساوي 10، print x، x بتساوي بدون سيمي كولن، x بتساوي، بس في عندنا مشكلة الانتنديشن، x بتساوي x زائد 2، print x. فبالتالي هنا كم سطر انا عندي؟ سطر 2 3 4. فهنا هذا عباره عن اديتور على التيرمينال، انا عندي شغلته وكتبت فيه 4، فهنا بدي احفظ، هي حفظ لي اياه. فبالتالي انا لو شفت ايش في عندي فايلز هي، فلما اكتب بايثون بروك 1 بروح بعمل لي اكسكيوشن لهذه الستيتمنتس كلها في الفايل دفعه واحده. يبقى الخيار الاول عندك في البايثون يا اما تشتغل انتراكتيف على الشيل، وهي مفيده لو انت بدك تجرب شغله بشكل سريع يعني، او الخيار الثاني انه انت تكتب الكود تبعك كله في سكريبت في فايل، وتكتب بايثون تمام اسم الفايل هذا، فبروح بنفذه كله دفعه واحده. فاحنا زي ما شفنا في الكود، الكود ايش بيسوي؟ انه هاي الاكس قيمتها 10 طبعناها، زودنا عليها 2 طبعناها كمان مره، فهنا انا عندي جملتين طباع عليها 10 و12 تمام، وهي الاوتبوت انا عندي 10 و12 تمام. في انا عندي الخيار الثالث واللي كتير انه مفيد او يعني بحب انه انا استخدمه، اللي هو الجوبيتر. فبالتالي هنا بكتب جوبيتر، جوبيتر نوت بوك، فهو مش منزل، فهنا ممكن اعمل بيب انستول جوبيتر لاب. نعم، تكتب بيب انستول جوبيتر لاب، ف جوبيتر ايش؟ استنى، جوبيتر لاب انه مظبوطة، بس هنا جوبيتر لاب بدون داش، هنا برضو ايرور، فخلينا نعمل ابجريد للبيب اول. كيف؟
ممكن بعد ما نحدث البيب، بس خلينا نتأكد من الموضوع. هنا جبتر لاب بيب اندرسكور. الكوماند تبع الانستوليشن هي جيبتر لاب بدون، فهي بس مجرد تحديث للبيب بس لا اكثر ولا اقل. فبالتالي بنكرر هاي برضو ايرور، معقول في غلط في السبيلينج. جيبتر انا حاطط واي قبل البي صح مزبوط؟ نعم. فهنا هيك بنزلها عندك. طبعا من المهم انه انت تشتغل على الجيبتر، لانه احنا فعليا حنشتغل على الكلاود، حنشتغل يا اما على الكاجل او على الكولاب. فبالتالي لو كانت الداتا ست كبيره ممكن تستغل الريسورسز الموجودة انت عندك على الكلاود، سواء كانت من رام او جي بي يو. لا نوت بوك اللي انت حتشوفها هلقيت بعد شوية، يعني النوت بوك اللي انا حفتحه لوكالي الان هو شبيه بالنوت بوك اللي انت بتشغله على الويب على الكولاب تبع جوجل او الكاجل نوت بوك. لا لا بدي لك كيرنل، بدي لك حاجه اسمها كيرنل زي الاكسكيوشن بس. بالضبط. طبعا هنا الفكره في الـ في الـ في البيب انستول الحلو فيها انه لو في ديبندنسيز لوحده بنزلها، فزي في زي كانه في عندك متجر او ريبوزيتوري للسوفت وير او الباكجز تبعت البايثون، فبالتالي هو دغري بنزل منها وبعمل ريزولف للديبندنسيز وبنزلها زي الكومبوزر تبع البي اتش بي. بالضبط. اه ارتيزيان ايش الكوماند هذا؟ لا بي اتش بي ارتيزيان. تمام. الان نقدر نكتب الكوماند هذا اللي هو جيبتر نوت بوك، نشغله زي هيك. فبالتالي بيفتح لي اياه في البراوزر. طبعا هذا جيبتر عادي النسخه القديمه، فهي كتري. فبالتالي لو عملت هنا لاب بيفتح لي النسخه الجديده بهذا الشكل. فبالتالي هنا ممكن اعمل نوت بوك او افتح كونسول، افتح تيرمينال تكست فايل مارك داون. ففعليا انت بتشتغل على الكلاود زي هيك. هذا كلام انت لو طبقته معك على الويندوز بيشتغل معك، يعني انا زي ما قلت لك انه باكج على البايثون مجرد نزلتها وانت بتفتح البراوزر فتشتغل معك على الويندوز. فانا بدي لك شغله انه بتشتغل معك على الويندوز. فخليني اعمل كلوز هيك هاي كنترول سي واي، عملنا شت داون للكيرنل. فبالتالي زي كانه بيفتح لي كيرنل للبايثون بس الانترفيس تبعتها ككود على الويب. انت بتقدر تكتب كود على الويب. انا اللي بدي اسويه بدي اشغل الجيبتر لاب مباشره، فالكوماند تبعها جيبتر لاب بدون ولا حاجه. جيبتر لاب زيك، فدغري بروح بفتح لك على اللاب بهذا الشكل. طبعا هاي البروج واحد. تمام. ممكن اطلع انا لمجلد مستوى اعلى فانه زي هيك. فعشان هيك انه انا يفضل انه انا اطلع اعمل كنترول سي يس وهنا اروح سي دي. فبالتالي انا موجود في هذا الهوم دايركتوري تبع الريبوزيتوري عشان اشوف كل المجلدات. وهنا بشغل الجوبيتر لاب. فبالتالي هنا فعليا
هي اداني كل المجلدات الموجودة هنا وهي، فبالتالي هنا ممكن انتقل هنا جوا وساعتها ارجع هنا فيش مشكلة. فهنا البايثون انه انا بدي اعمل نوت بوك جديد، فهنا بدي اعمل نوت بوك. طبعا الملف هذا الامتداد تبعه IBYNB Interactive Python Notebook IBYNB تمام. فممكن اعمل rename مثلا انه بايثون او انه introduction intro to NB notebook. فعليا الجوبيتر notebook انه انت في عندك مجموعة من السيل، السيل هذه يا اما بتكون كود تمام. ركز معي يا استاذ لانه كل شغل العملي هذا انه مبني على الشغلة هذه، انه يا اما كود يا اما مارك داون تمام. فبالتالي كود هذه الخلية كود بتقول اكس بتساوي 10، هي الاكسكيوشن تبعها تنفذت، مش ما فيش لها اوتبوت. بدك تشوف مثلا انه هي برنت اكس، هذه برضو ككود تشغلت يعني بتشغلها زي هيك. ممكن هذه ترجع لها زي هيك تعملها انه فوكس وترجع تشغلها تاني زي هيك. هذه السيل ممكن اغيرها لمارك داون، زي ما انت في عندك مارك اب في عندك مارك داون. المارك اب HTML هايبر تكست مارك اب لانجويج تمام. فبالتالي انت بتفتح باراجراف بتسكر التاج تبعها، بتفتح هيدر بتسكر التاج تبعه. هنا المارك داون ابسط، فبالتالي بدك تعمل هيدر فبتقول انه this is header 1، تشوف الاكسكيوشن تبعه تمام. دبل كليك جاب لك الكود، فمجرد ان انت بتحط الهاش جاب لك اياها انه هذه بدرجة اغيرها لمارك داون. بدي اعمل هيدر 2 هاش هاش هاشين نعم بالضبط هو الجيت هاب مارك داون. فبالتالي هذه هيدر 2، خليني اشغل هاي وهاي عشان تشوف الفرق بيناتهم زي هيك. فبالتالي ايش ميزه النوت بوك؟ في مقال عندك على المدونه لو حابب انه انت تطلع عليه، فعليا بقول لك انه النوت بوك هي اعظم اداه برمجيه خلال العشر سنوات الماضيه، لانه انت عندك في مكان واحد تقدر تكتب كود وتقدر تكتب نوتس، والنوتس مش زي الكومنتس اللي انت بتحطها ان لاين مع الكود، بتكون انت عندك هنا بشكل مرتب وممكن تنسقها وتضيف صور اللي بدك اياها. فبالتالي بيكون عندك ديسكريبشن، فانت هنا لو بدك تعمل مثلا نقاط بتقول ستيبس تو NLP تمام. فبتقول هنا عادي بدي اغيرها مارك داون، بتقول انه واحد سيت اب بايثون، اثنين ران جوبيتر، ثلاثة امبورت لبس. فهذه حتظهر لك كنقاط. لأنه هي عبارة عن الخلية هذه مارك داون. نعم. تمام. فبالتالي انت مجرد ما تحط نقاط هذه بحط لك اياهم ك numbered list. لو بدك اياهم as unnumbered list فبتصير هذه انه زي هيك، بدي انسخها هنا، هذه هي اشغلها وهذه احولها مارك داون، وهنا بدها تصير انه بس مجرد انه بحط نجم. فبالتالي النجم وبروح بعتبر لك اياها انه هي ان 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 اوردرد ليست زي هيك. كمان مره الكومنتس انه بتكون انت بتشوفها في ان لاين في الكود اما هذه انه انت بتكتب نوت وبتكتب كود بالضبط. فهنا على سبيل المثال انه انا بدي اشرح شغله معينه فبروح بكتبها في العنوان هيك وبشرحها وبعديها بحط
سيل للإكسكيوشن إنه زيك. فبالتالي الفعلياً النوت بوك هي عبارة عن بيئة متكاملة لتوثيق وبرمجة. فبالتالي تخيل هذا الإشي أنت موجود عندك على الكلاود ومتاح لك تستخدم جي بي يو ومتاح لك تستخدم رام إنه يعني رام 16 جيجا. يعني أنا بالنسبة لي عندي 8 جيجا أحسن من اللابتوب تبعي. تمام؟ فكتير إنه هي مفيدة. هيك إحنا تعرفنا على بيئة. أنا في عندي ممكن سل معينة أحذفها زي هيك. تمام؟ في ممكن إنه أنا إيش أسوي إنه أعمل إنه في الكيرنل هذا هنا إنه أعمل ريستارت للكيرنل إنه في عندي مشكلة في باكج معينة أو في عندي مشكلة في كود معين بدي أعمله ريستارت. وفي أنا عندي الرن ممكن أعمل رن لسيل معينة وممكن أعمل رن أول سيلز. فبالتالي بيبدأ الإكسكيوشن من فوق لتحت بهذا الشكل. فبالتالي هاي الشغلات إحنا برضو حنستخدمها. تمام؟ هيك النوت بوك صار واضح. فهذه أول نوت بوك في البايثون. فالآن بدنا نعمل نوت بوك يعني بتقدر تعمل كل حاجة زي الـ HTML بالضبط. بتقدر تعمل كل حاجة بس بدك تشوف إيش يعني. هنا ممكن تشوف أنت عندك هنا Markdown Sheet. لأنه إحنا حنمشي على الـ Cheat Sheets كتير. فبالتالي إنه هنا بورجي لك هذه الهيدرز. هذه emphasize كيف بدك يعني تخلي هذه إنه زي هيك أو تخلي إنه السترايك على الكلمة. هاي كيف تعمل list. هذه كيف تعمل link. تمام؟ هاي hyperlinks إنه ظهرت عندك بهذا الشكل. كيف تعمل insert لإيميجز. تمام؟ كيف إنه تعمل syntax highlight لو مثلا بدك تكتب كود بايثون أو جافا سكريبت يظهر عندك. كيف تعمل table بهذا الشكل يظهر عندك في الريندر زي هيك. تمام؟ كيف تعمل انه كودز وبرضه بدعم ال HTML. ممكن تحط جواته HTML بدعم لك اياه. horizontal lines بتحط مجرد ضيف 3 داشز زي هيك. break line break يوتيوب فيديوز كيف تعملها embed. فهي أغرب الشغلات إنه أنت تقدر تسويها في الماركت. طيب أجيت نرجع على نرجع هنا نسكر هذا ونفتح نوت بوك جديد من اللي نبدأ فيه البايثون. فهنا نبدأ هنا 01 فعلياً البايثون هي عبارة عن زي ما انت شفت سكريبتينج لانجويج والسينتاكس تبعها يعني ايزي. بتعتمد على الانتنديشن. بتعتمدش على السيمي كولن. بتعتمد على الانتنديشن في تحديد البلوك. تمام؟ وفي شيء داعي انه تحدد التايب لانه هي تم تصميمها تقدر تقول بنفس فلسفة تصميم الماك. لأنه أنا مش مقتنع في هاي الشغلة. يعني إنه بقول لك إنه الماك تصميم الانترفيس تبعته إنه كتير فريندلي مع اليوزر مع الاند يوزر تحديدا. فبالتالي بوجعش راسك زي الويندوز إنه أنت عندك سي قرص سي والدي خلاص عندك مكان واحد للدوكيومنتس تبعتك يعني. تمام؟ فبالتالي أنا قلت لك إنه أنا مش مقتنع كتير. فبالتالي تم تصميم اللغة هذه بحيث إنه اي حدا مش متخصص في الاي تي انه يقدر يتعلمها سواء كان هوستيريان يعني شخص بيشتغل في التاريخ او بالعربي بالجغرافيا انه هو يقدر يستخدمها. وفي نفس الوقت انه هي غنيه في المكتبات بتقدر تسوي فيها شغلات كثيره. تمام؟ وهي من اكثر اللغات استخداما في الناتشورال لانجويج بروسيسنج بسبب المرونه اللي موجوده فيها. فبالتالي البايثون حكينا انه بتعرف التايب من الفاليو.
فليش توجه؟ انا خلص لوحدي بعرف البايت التايب الانتربريتر بيقول لك هيك. يعني انت لما تقول اكس بتساوي 10 تمام، فبالتالي قول تايب. شايفين انا كبر الخط، فهذه ممكن هيك بتتسكر، هي سيف، هي تايب للاكس. ف لوحدي انا عرفت انه هي انتجر، حتى لو غيرت اكس بتساوي 10.1. وهنا كمان مره التايب تبعت الاكس حتصير فلوت. ولو قلت له هنا اكس بتساوي كيف؟ لا، انت في عندك البريميتيف داتا تايبس انتجر وسترينج وفلوت. ممكن ممكن هنا as a string وترجع تشوف التايب تبعها. فبيجيب لك انه هي str تمام. طبعا النوت بوك الميزة تبعتها لو انه انت مثلا محتاج تشوف الفاليو تبعت variable معين، ما فيش داعي انه انت تعمله print، ممكن تتعمله x زي هيك وتشغل فبيجيب لك الفاليو تبعته. اما لو انت كنت بتشتغل على البي شارب ساعتها بتضطر تعمل برنت للاكس. فبالتالي هنا في عندك مرونه انه انت بدك تشوف فاليو تبعت شغله معينه، مجرد انه انت ما فيش داعي تعمل برنت، خلاص حط الفاريبلز هذا و انه انت بتقدر تستخدمه تمام. هذا بخصوص الفاريبلز تمام. ف ممكن نعمل رينيم لهي انه بايثون بارس بهذا الشكل. تمام. طبعا هذا انت ممكن تنزله ككود بايثون عادي وبتقول له هنا export as، في عندك هنا ممكن تصدره HTML، ممكن تصدره PDF، وفي انت عندك هنا خيار انه as executable script بنزل لك اياه PY. فبالتالي كل النوتس كل المارك داون تتحول لكومنت. نعم تفضل. احنا كمان يعني كمان نص ساعة او اقل من نص ساعة وبنخلص ان شاء الله. اي انت عندك التسجيل الله هذا هي هي انا عندي هي المجلد تبع المشروع انا حطيته هنا. هي هذا الفارس تبعت النوت بوكس. فبالتالي هنا انا من خلال البراوزر في عندي اكسس هنا على المجلدات اللي موجوده انا عندي هنا. هي ممكن اطلع فوق نفس الاشي تمام، هنا نفس الاشي. فبالتالي انه بفتح نوت بوك وبيظهر معي بهذا الشكل. طيب هذا ممكن نسكره عشان نحط لك اياه في نوت بوكس مختلفة ونشوف انه كيف ممكن انه احنا نعمل هاي بايثون نوت بوك جديد ونشوف كيف ممكن نعمل ديسيجن. يبقى 02 بايثون ديسيجن. لاحظ انه انا بدي لك سينتاكس تمام. فبالتالي هنا انا عندي في البايثون انا بحب اسميها زي هيك، فهذه نغيرها مارك داون. هذا one way decision. في ال one way decision انه انت بتقول if x بتساوي 10 وبتقول له هنا if x اكبر من 12 انه شايف بالضبط، وما تنساش النقطتين. فبالتالي الجملة هاي كيف بدك تخليها تاب على الاف، كيف بدك تعرف بلوك من خلال التاب. راحت منك بتعمل تاب عادي بالكيبورد. فهنا انه print انه x is big مثلا، وبدك جملة تانية تابعة هاي اوكي print x is larger than 10، بدك ترجع وترجع باك سبيس وهنا print
هذا one way بالضبط. بالضبط. فبالتالي هنا هل العشرة أكبر من الاثناش؟ false. فبالتالي إيش هيشتغل معايا؟ الدن مباشرة. هنا هاي print. هنا بدي أعمل concatenation x عشرة. عفواً x. فبالتالي هنا في جملة البرنت إنه هذه إنه عشان أطبع يعني عشان يبين إنه بطبع قيمة الإكس وهي قيمتها يعني البرنت بتاخد ملتيبل أرجيومنتس فبالتالي إنه ممكن تديها ميني أرجيومنتس as you wish فبيكون الناتج عندك زي هيك هاي قيمة الإكس عشرة وهي الضن لأنه النتيجة فولس لو غيرنا إحنا مثلاً 22 أو خلي أنا هذه عشرة وهي الحلو في النوت بوك إنه أنا ممكن أخذ أكرر هذه زي هيك فهي النتيجة مع العشرة بتضل معاك وهي الإكسكيوشن تبعها وهنا النتيجة مع الاثنين وعشرين وهي الإكسكيوشن تبعها هي الإكس 22 إكس إز بيج وإكس إز لارجر دان عشرة هذا الوان واي. أما التو واي هي عبارة عن إف إلس فبالتالي أنت في حالة الترو بتقول له يعمل شغلة معينة وفي حالة الفولس يعمل شغلة تانية فبالتالي هنا بدنا ناخد هنا two way decision هذه مارك داون وهنا فهنا هنا إلس برضو البلوك التابع على الإلس print x is small فبالتالي هنا يا إما هذا حيشتغل أو هذا حيشتغل ممكن أنا أظهر لك line numbers يا إما سطر 3 و 4 حيشتغلوا أو 7 8 حيشتغل أنا عندي في كل الأحوال تمام ممكن ننتقل للمالتي واي ديسيجن نعم فبالتالي هنا جوات الإلس بدك تقول هنا F X هنا طب تفحص أكبر من 12 انت ضامن إنه هي أكبر من 12 تمام أو عفواً إنه الإلس انت بتجيها متى يعني هنا نرجع هنا للمثال هذا أنا بقول إذا كانت الX أكبر من 12 وقتيش انت حتيجي هنا هذا البلوك تبع الإلس في حالة هاي بدي اكتب لك اياها ككومنت هنا في حالة كانت الاكس اقل من او تساوي 12 فبالتالي انا جاي هنا انا ضامن انه الاكس اقل من او تساوي 12 تمام فبدي اشوف انه هل هي اقل من الاربعة انا ضامن انه هي اقل من 12 فبدي اشوفها هل هي اقل من الاربعة اف اكس اقل من الاربعة بدي اطبع print X is too small. هنا else X is small. فبالتالي حتكون small من إيش الفترة تبعتها من 4 ل 12. أقل من 4 too small. أكثر من 12 فحيطبع big بهذا الشكل. تمام؟ فهذه انه اكبر زي هيك نحط قيمة مثلا اقل من 12 مثلا 6 فايش حيطبع too small ولا small واذا بدي اياها too small بحط 3 تمام x is too small حكيت هذا الكلام شايف كيف مكلكع ممكن نعمله simplify زي ما انت في الناتشورال لانجويج انه انت بتعمل تشات مع زميلك ايش بتحكي بدك تقول بدي اروح كيف تحكيها بدي اروح تحط حرف الدال وهنا نفس الفكره كيف الف
فالالف هذا بصير ما لهاش لازمة، هي عبارة عن إلس مع إف، تمام؟ وهذه الإلس ترجع زي هيك، وهذا الانتنديشن زي هيك. فبالتالي الإلف هي عبارة عن إلس إف. أنا مسحته مع الإف، فبالتالي بدي أكتبه هنا. إيش كان الكونديشن؟ إكس أصغر من 4، تمام؟ وهو نفس الكود، نفس الناتج. هلقيت الالس هذه للاف الأخرانية. دائما الالس انت عندك لاخر اف، فبالتالي الالس للاف هاي. بس احنا عشان رتبناهم يعني زدنا المستوى تبع الانتنديشن، الالس اف دمجناها في جملة واحدة الف، فبالتالي مستوى الانتنديشن بده يرجع لعندي زي دائما الالس. يبقى الالس هاي للاف هاي، والالس هاي للاف هاي. البرنت الأخيرة هذه دائما بتتنفذ، مش كونديشنال، مش تبع الاف الاولى. هاي لا، مش تبع على اف خالص. ضمن الكود الرئيسي. نعم. تمام. هيك بنكون خلصنا ال يعني. ممكن انا اضيف لك هنا سيل اطلعها فوق، وهذه بالمناسبة اسمه الـ Conditional Execution في البايثون. في الـ Conditional Execution زي ما حكينا انه One Way Two Ways و Multi Ways، هيك syntax صار عندك واضح وصرت متعود على. بعد هيك ممكن نرتقي للـ Loops بشكل سريع. هذا نعمل له رينيم، وهنا اللوبس هذا 0 3. الدو والوايل هذه بتيجي ضمن اللوبس، اللوبس ضمن الاتريشنز، جمل تكرارية. تمام. فهلقيت انه بدنا نحط العنوان هنا. العنوان انا عندي loops او repeated execution في البايثون. فلقيت اول حاجه حناخد الفور لوب، تمام؟ يظهر انه ما فيش انه يعني بينك وبين البايثون فيش اعجاب من اول نظره، فيش سنس. طيب الفور لوب فعليا انه انت في عندك هنا بدنا ناخذ الداله رينج. الداله رينج 10 هي فعليا بترجع لك اياها از اتيرابل رينج من 0 ل 10. فعشان هيك بدي اعمل لك كاستنج كليست عشان انت تشوف ايش معنى انه رينج 10. هينا هاي ليست. ففعليا رينج 10 هي بتعمل لي سلسله من الارقام از ليست من 0 ل 9 بهذا الشكل. فبالتالي انت بتقدر تتحكم فيها زي هيك. وهنا ممكن انه احنا نتحكم فيها، اقول له هنا هذا انه ابدا من الستارت، ما بداش من زيرو، ابدا مثلا من 2. وبعديها هدول انا دائما بنساهم، اللي هو انت عندك بدي ادي 3 باراميترز. الباراميتر الاول اللي هو الستارت، وبعديها الاند، وبعديها الستيب، او العكس ببين معنا هالكيت. فبالتالي هنا هاي الستارت 2، الستوب بدي افترض انه هي 10 الباراميتر الثاني، تمام؟ او انه انا ممكن اريح راسي في، انا عندي في البايثون انه انا ممكن عشان تزيل الغموض هذا
واذا انا مش حافظ الاوردر تبع الارجيومنت انه انا استخدم اسم الباراميتر. فهنا بقوله انه الستارت بتساوي 2، الستوب بتساوي فيش ايش، لا هنا لا بس على الكولا في موجود تمام. والستيب بتساوي 2، فهنا حيبدأ عند الاثنين حينتهي عند العشرة وحيمشي كل مرة تنتين تنتين. فأنا ريحت راسي، أنا مش حافظ الأوردر فهيك ريحت راسي خلاص. كل variable بياخد، كل argument بياخد الفاليو تبعته. هنا في شيء takes no argument keyword argument، فبالتالي إنه هذا بياخدش. طيب بدنا نشتغل نظام تحسيس إن صح التعبير، يعني معلش على الفوكابلري. فبالتالي هيك مزبوط الأوردر مزبوط. فبالتالي هنا ممكن أكتب لك إياها ككومنت هنا، انه الرينج بتبدا باول ارجمنت هو الستارت، الثاني الستوب، والثالث الستيب. كيف 10 لا احنا هنا لما حكينا انه رينج 10 بدينا من 0. نعم لا ليش 2 4 6 8 10 حكيت هنا هو بيبدأ من صفر، هو بدأ من 2 لغاية لما تقول له رينج 10 فآخر عنصر عندك حيكون 9. بدك العشرة يكون داخل بتحط 11. لا وهنا الستيب إنه زي هيك، فممكن أنت تحط الستيب إيفن أو أود إنه يبدأ يعني نوت تلاتات تلاتات أو اتنينات اتنينات، او انه انت تعمل الاشي بالعكس. فبالتالي انت بتبدأ عند العشرة وبتنتهي عند الزيرو، والستيب عندك بتكون بالماينس بالشكل هذا. هاجيت احنا ليش بناخد هذا الرينج، لانه احنا في اللوب الفور بدك تحدد، بدك تعمل لفة 10 مرات، لو سمحت اطبع لي هلو 10 مرات for i in range 10 print، او بلاش 10 بدناش نطول الكتير، انه in range 4 print hello بالاسباني hola 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 مدريد تمام. ايش نظام اقواس لايش ال begin وال end intonation intonation. انا عارف انت لسه مش انا اتحداك صعوبه لانه متعلم البرمجه القديمه، انا سهل للنيور في البرمجه بس اسهل طبعا، واللي عم واللي بده يعمل سويتش كمان. انا اتحداك انه بعد يعني 5-7 محاضرات انه حتيجي يعني تمدح في البايثون. تمام. فهنا فعليا هذا عبارة عن iteration variable تمام، وهذا عبارة عن قديش انه انت الرينج اللي سلسلة الارقام زي هيك. هنا انا ممكن ادخل لك شغلة معينة فبدي اطبع شغلتين، هاي بدي اطبعها هنا، فبالتالي هنا بدي اقول له i كوما اولا، فبالتالي هنا انا بطبع الاندكس، هو مش اندكس فعليا iteration variable. الاندكس لو احنا كنا في ليست هلقيت حنشوف كيف. فبالتالي هنا 0 1 2 3 بهذا الشكل. هنا انا ما استخدمتوش، لكن هنا انا عندي طبعت 4 مرات لانه انا عندي هنا حلف 4 مرات. طيب الان ممكن انا اعمل ليست الواحد بتساوي ببساطة هي 1 3 7 أو 8 5 بغض النظر، وهنا بدي ألف على الليست هذه for i in range
لن الواحد بالضبط. فبالتالي هنا انت بدك تتعامل مع الاندكس والفاليو. فبالتالي هنا print i الواحد of i. فبالتالي عند الاندكس 0 الفاليو 1 عند الاندكس. فبالتالي هذه ممكن انه يعني ارتب لك اياها تكون ريدبل اكثر. فهنا اندكس وهنا سلاش تي وهنا احط لك فاليو. لو رفعت اللين كيف بدك؟ انا بدي امشي على عناصر الليست، لازم اعرف طول الليست عشان صحيح. هل جيت هنا انت بتتعامل مع اندكس وفاليو؟ لو انت بدك تتعامل مع عناصر الليست فحيصير بهذا الشكل. فيش عندك اكسس للاندكس، يعني بتقول فور ان ان الواحد. فبالتالي الان اول مره حيكون قديش؟ واحد. ثاني مره حيكون ثلاثه. فبالتالي هذا الان عباره عن اتريشن بلف على وين بالضبط؟ برنت ان. هنا ما فيش عندي اكسس للفاري للاندكس بالمره، انا بتعامل مع الفاليوز. فهي واحد بطبع فاليوز بهذا الشكل. تمام. فجيت لو نحن عملنا انه ان بتساوي ان زائد واحد ونفذنا هذا الكلام وبعديها هنا الواحد لسه زي ما هي. فبالتالي الاتريشن فاريبل هو بياخد قيمة من الفاليو. فعليا انت بتعدلش على الليست الاصلية. هي الليست الاصلية هيها هنا شايفها 1 3 8 5. هنا هاي أردت لك يا 1 3 8 5. فبالتالي هنا إحنا بنحتاج الإندكس عشان أنا أعدل على الفاليو. فبالتالي هذا الكود لو أنا عدته زي هيك، هاي بنكتبه كتاب for i in range len الواحد. فهنا إيش بدي أسوي؟ الواحد ال الواحد of ال i بدي ازود واحد على كل عنصر بلس ايكوال واحد. فيش عندي بلس بلس، في عندي بلس ايكوال واحد. فبالتالي هنا لو عرضت ال واحد ساعتها بصير في تغيير على الليست الاصليه. فضروري جدا تعرف الفرق بين هذا وبين هذا. تمام. كيف الوضع عندكم؟ تمام؟ كويس؟ كويس بس بيكفي؟ طيب اوكي، ممكن ناخذ المحاضرة الجاية نكمل في اللوبس، ناخذ الوايل. تمام؟ وبعديها ممكن ندخل على الكوليكشنز، يعني ممكن ندخل على الليست والديكشنري. عندي اهم حاجه الديكشنري. تمام. وبعديها يعني بدنا ندخل في الفايلز، لانه يعني احنا حنتعامل مع الاكتشوال فايلز. كيف بالضبط حنقرا ملفات فبدنا نتعلم عليها. بعديها بدنا نتعمق اكثر في السترينج لايبراري، انه التقطيع وهي الاشياء كلها. تمام. فالمحاضره الجايه بنكمل إن شاء الله. قراءة إنبوت. فبالتالي هنا يعني إنه ممكن نقول له إنه نيم بتساوي إنبوت. What is your name؟
وهنا بحط نقطتين وسبيس، وهنا بحط print hello name. فهنا بطلب من الاسم تمام. لا هذا ايفال، تعمل فعليا ايفالويشن اكسبريشن، فساعتها بنعمل بارس لانتجر. فيعني زي هيك يعني ممكن انه احنا نعمل انه مثلا ان واحد بتساوي انت انبوت ان اثنين الايفال هلكيت حوجي لك اياه انبوت. ساعتها بتقدر تعمل ان واحد زائد ان اثنين as a number، يعني يعمل لك عملية جمع مش concatenation. نعم. فبالتالي هنا مثلا 10 20 طلع لك 30. بينما الايفال انت بتقدر تقول له انه as a string اعمل evaluation لهذا الاكسبريشن، فلحاله بيقطع وبياخد الاوبريتورز. فممكن تقول له انه هنا 10 ضرب 3 زائد 2 فبتعطي له اكسبريشن، فبالتالي الناتج عندك 10 في 3 ب 2 ب 30 زائد 2 32. الايفال ممكن تدي له لوحده زي هيك، بس فعليا الايفال معموله للاكسبريشنز، ايفالويشن للاكسبريشنز بشكل اساسي. لكن انه هنا بيقولوا لك انه الايفال افضل، لانه افرض اليوزر حط لك فلوت ايش بدك تسوي ساعتها؟ زي هيك يعني مش خلاف، يعني استخدم اللي بدك اياه يعني. ف هذه الاكواد انا حرفع لكم اياها على الجيت هاب، واللينك موجود عندكم هناك، وبنستأنف المحاضره الجايه ان شاء الله. التسجيل على اليوتيوب على اوكي.